بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخرسوس أنستي المسيح قام. الخميس اللي فات احتفلنا بعيد الصعود. سيد المسيح بعد مقام من الموت ظهر لتلاميذه 40 يوم بيظهر ليهم وبيكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. فإحنا لازلنا في فترة 50 بنحتفل بأفراح القيامة. وبنتعزى بالكلام اللي قاله السيد المسيح لتلاميذه. لما تيجوا تدوروا في الأناجيل ما تلاقوش كلام كتير مكتوب في الفترة دي. وكأن السيد المسيح بالوحي الإلهي ما حبش الكلام يكون مكتوب قد ما هو يكون متعاش. عشان كده أما حد بيجي ينضم للكنيسة أقول أنا عايز أنضم للكنيسة عندكم، بنقول له إيه؟ نكلمك عن الإيمان بتاعنا، نعرفه الإيمان وأساسيات الإيمان، لكن دي مش كل حاجة. المذاكرة والدروس مش كل حاجة. نقول لهم تعالوا احضروا معانا القداسات، تعالوا عيشوا معانا. زي السيد المسيح لما حب يتلمس تلاميذه أو يعمل تلاميذ قال لمتى إيه؟ شاف متى قاعد على مكان الجباية كده فقال له اتبعني، تعال امشي معايا، تعال عيش معايا، هتسمع وهتشوف وهتعيش وهتختبر وهتبقى محطوط كلية في الحياة مع المسيح. انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه مش كده؟ ها؟ يعني احنا حياتنا اللي بنعيشها في الكنيسة وبنحتك بيها مع بعض المفروض ان ديت اللي بيتعلم منها الناس اللي جايين ينضموا للكنيسة. لما كنتش ناوي اتكلم في النقطة دي بصراحة بس هي جات يعني. فاللي احنا بنعمله هم اللي بيشوفوه. اللي احنا بنعمله في الكنيسة هي دي الحياة اللي بيشوفوها المسيحيين عايشين فيها. فمش بس التعليم لكن الحياة. ده بيعكس حجم المسؤولية على كل واحد فينا. ازاي بيتصرف وازاي بيتعامل وازاي بيتحرك جوه الكنيسة تحديدا. مش عشان تبقى تمثيلية. لأ. عشان تبقى بيعكس المعلومات اللي عنده والمعرفة الإنجيلية اللي عنده في حياته كل يوم. جاء المسيح وعاش وسطنا وأرانا كيف نعيش مثله وعلم تلاميذه بحياته معهم وأمامهم. والمرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات على طول اتكلمنا على أنا هو الطريق والحياة وقلنا إزاي إنه هو النور وهو الخبز وهو الماء الحي وهو الطريق وهو الحق وهو الحياة. وقلنا ما ينفعش يكون واحد عنده الحق وما عندوش النور، أو عنده النور وما عندوش الحياة، أو عنده الحقيقة والحق والحياة وما عندوش الخبز والماء، لأن الحاجة إلى واحد. مش هينفع تروح تجيب من كل واحد حاجة، الحاجة إلى واحد. النهاردة بنكمل على ده وبنقول إن المسيح جه وعاش وعلمنا بحياته إزاي إحنا نعيش. مشاور لناش على الطريق، هو بنفسه مشي في الطريق. وفي الطريق ده كان فيه صلب أو فيه ألام، وكان فيه صلب وقبر، وكان فيه برضو قيامة وصعود إلى السماوات. والحد الجاي هنحتفل بعيد حلول الروح القدس على التلاميذ. أعطانا جسد المحيي ورسم لنا طريق الخلاص وأضاء لنا هذا الطريق بنور لاهوته. وأعطانا وترك لنا الماء المروي المحيي في وصاياه. ودخل إلى قدس الأقداس بدمه كفارة عن خطايانا وصعد ليجلسنا معه في السماوات. أحد الآباء يقول إن كانت القيامة هي تاج الصليب فالصعود هو تاج القيامة. ليه صعد المسيح للسماوات؟
وكأنه بيشد عينينا للغاية وللهدف اللي احنا علشانه عايشين. ان الحياة ديت هتنتهي، ولما تنتهي هنروح فين؟ دي نقطة مهمة بننساها احيانا. ما بنركزش فيها قوي لان احنا بننشغل بالحياة اللي في الارض، وبيروح علينا الهدف، بيروح علينا بننسى ان هيجي لنا يوم وحياتنا تنتهي. فهل جاهزين للحياة اللي جاية ولا مش جاهزين؟ وجاهزين ازاي؟ ولا هو اللي قدامنا ده زي ما جمال الامريكان يقول لك what you see is what you get، هو ده، this is it، مفيش حاجة تاني. لا، الموضوع ابعد من كده. اللي احنا عايشين فيه ده مش هو كل حاجة، لينا حياة ابدية، وهو فتح لنا الطريق بقيامته من الموت. عايز اقول لكم نقطة تقصية الناس بتتلخبط فيها، او يعني عارفينها بس بينسوها. بعد القيامة ظهر السيد المسيح او قعد يظهر لتلاميذ 40 يوم يتكلم معهم عن الامور المختصة بملكوت الله. وللأسف الانجيل ما سجلش كتير من الامور دي، لكن التلاميذ علموها شفاهة في التقليد للي بعدهم، واللي بعدهم علموها للي بعدهم. وفي حاجات احنا عايشينها مش موجودة في الانجيل، لكن اتعلمناها من بسبب ده. 40 يوما يكلمهم عن الامور المختصة بملكوت الله. في جزء منها بسيط في الطقس بنعمله النهاردة، اللي خد باله احنا عملنا الدورة جوه الهيكل بس 3 مرات ومطلعناش في صحن الكنيسة. طيب ايه الفكرة يعني؟ ما احنا كنا بنطلع في صحن الكنيسة في الاربعين يوم الاولانيين، ايه اللي جد يعني؟ وحتى يوم الصعود، يوم الصعود نفسه يوم الخميس اللي فات عملنا الدورة جوه الهيكل وطلعنا بره عملنا الدورة ورجعنا تاني. طيب مش معنى بعد كده؟ لان الدورة بره في صحن الكنيسة بتمثل ظهورات السيد المسيح للتلاميذ. بعد الاربعين يوم هو صعد، ما عادش بيظهر لهم، فعشان كده الكنيسة بتعمل الدورة بس فين؟ في قدس الأقداس اللي هو السماء، اللي هو حيث المسيح جالس. بعد قيامته عاش معانا شوية عشان يورينا لمحة من الحياة الجديدة اللي هنعيشها، شكلنا هيبقى عامل ازاي، واتكلم معانا عن السماء، الطبيعة اللي قام بيها طبيعة جسد ممجد. حياة خالية من سطوة الموت، حياة خالية من الفساد، مليانة مجد. في كورنثوس 15:43-45 البولس اللي بنقراه ليلة عيد القيامة، اللي منكم بيبقى مركز ومش متلخبط يعني مع زحمة العيد ولبس العيد واللي جاي متأخر والشمامسة اللي بتمشي وتروح، يعني اللي منكم بيركز في البولس بتاع ليلة العيد يقول كده: يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا أو نفسيا ويقام جسما روحانيا. كورنثوس الأولى 15:43-45. الكيان الروحي ده احنا يعني ما نعرفش عنه كتير للأسف، شفنا عنه شوية خواص بعد قيامة المسيح، لكن هو بيدينا لمحة من الحياة اللي هتكون، اللي احنا هنكون عليها. لأن اللحم والدم ده والعض بون وفلاش ما ينفعش يورث ملكوت السماء، لا لأن لحما ودم لا يستطيع أن يرث ملكوت السماوات. لكن اللي هنقوم عليه هو دلنا لمحة عنه، الطبيعة الجديدة الممجدة اللي احنا هناخدها بعد قيامته ورانا جزء منها هيكون عامل ازاي. قام المسيح وصعد للسماوات عشان يورينا مكاننا الأبدي اللي احنا غايتنا اللي بنتعب علشان نوصل له. يعني على الرغم من ان الكنيسة بتعلم دايما وبتقول يا جماعة ما تنسوش ان في
ياما وفي سماء وفي حياة تانية وفي حياة أبدية، إلا أن الناس للأسف بتسرح خالص وبتنسى نفسها وبتفضل مركزة في الحياة دي بس، واللي ما يحطش السماء قدامه الأرض تعميه، اللي ما يحطش السماء قدامه الأرض تعميه، الفلوس تعميه، الممتلكات تعميه، الصراعات والخناقات والمشاكل بينه وبين إخواته تعميه، اللي ما يحطش السماء قدامه ما يشوفش أي حاجة غير الأرض. الناس الكبار اللي عاشوا حياة مليانة أحداث سواء إيجابية أو سلبية أو whatever، يبص لحياته اللي فاتت ويقول في محطات معينة كده كان نفسي أخد قرارات مختلفة في المحطات دي، كان بودي أعمل كذا وكان بودي أعمل كذا لكن ما عملتش. طب لو رجع بيك الحال أغير وأبعد عن الكلام ده، وهتلاقوا معظم الحاجات اللي هم ما كانش نفسهم يعملوها أو يعيشوها الحاجات اللي أدت إلى صراعات مستمرة أو أدت لبعضهم عن ربنا. فإحنا لسه يعني معظمنا لسه صغيرين في السن، بص على حياتك شوف أنت عايز تعيش أنهي حياة، هي في إيدك، أنت مش محتاج توصل للنهاية عشان تبص ورا وتشوف، يعني بي برو اكتف، ما تستناش لما الحياة كلها تتاخد منك وتقول كنت أتمنى أعمل كذا وأتمنى أعمل كذا. الانتظار لنهاية الحياة عشان الواحد يقعد يقيم حياته ده صعب أوي، لكن لو عشت حياة مليانة السماء موجودة في أفعالك وأفكارك وفي قراراتك، هتبص ورا بعد ما تعيش حياتك كلها على الأرض وتبص ورا وتقول أنا I had a good life، that was a good life، I'm ready to go، أنا مستعد أمشي، أنا عايز أطلع خلاص كفاية، زي ما يعقوب قال قليلة ورديها أيام حياتي وأكثرها تعب وبلية. ده يعقوب اللي بيتكلم، يعقوب ده اللي هو يعني كل ما يقعد ما حد يخلص على اللي معاه على طول، لكن هو يشوف إن المكسب اللي كان بيكسبه ده تعب وبلية لأنه عرف إن الفلوس ما وصلتوش لحاجة أو المقتنيات يعني. عشان كده نسمع الرسالة في معلمنا بولس يقول فلنثبت أعيننا على المسيح الذي صعد ولنكن مكثرين في عمل الرب عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يعني مش هستنى لما حياتي توصل لسن 90 ولا 100 ولا وبعدين أقول ده أنا نسيت وأعمل وأخلي، لا، بولس بيدلنا النهاردة رسالة واضحة يقول فلنكن مكثرين في عمل الرب. ليه؟ لأن تعبكم ليس باطلا في الرب. اللي هتعمله واللي هتصنعه واللي هتعيشه في حياتك في عمل ربنا هتعرف وهتاخد عليه أجر. لو نسين أو مش واخدين بالكم وإيه هو عمل ربنا، افتحوا كده إنجيل التطويبات اللي بنقراه كل يوم في صلاة السبت واسمعوا إيه اللي المفروض تعملوه أو إيه اللي المفروض نعمله. طوبى لصانع السلام لأنهم، طوبى للمطردين، طوبى لكم، طوبى حزنا، كل ده دي حاجات أفعال الواحد بيعملها عشان يكثر في عمل الرب. كمل بيقول أن الألم جزء من حياة الإنسان، فطوباكم إن تألمتم وأنتم صانعون خيرا أفضل من أن تتألموا وأنتم صانعون شرا. يعني بخت الإنسان اللي يتعب ويتألم وهو بيعمل خير أفضل من اللي يتعب ويتألم وهو بيعمل شر. كده كده أنت هتتألم وهتتعب، بس أنت عايز التعب والألم اللي أنت بتمر بيه وأنت بتعمل خير ولا وأنت بتعمل شر؟ لأن الأول يستوجب المكافأة الحسنة والثاني عقابا عادلا. عشان كده احنا محتاجين نختار بإرادتنا ان احنا نتألم معاه ونموت معاه عشان نقام ايضا معاه. في ناس عايزة تعيش افراح القيامة من غير ما تعيش ألام الصليب، ما ينفعش، ده بيجي بعد ده، هو ده بيجي بعد ده، لازم ده الاول وبعد كده ده،
بس يا منى اصل الحياه حلوه وانا لسه صغير وعندي وفيها ملذات وبتاع. اوكي انت حر، انت حر، عيش زي ما انت عايز تعيش، لكن ما تستناش تاخد القيامه معاه. هتاخدها ازاي؟ لازم صليب عشان يكون فيه قيامه، لازم موت عشان يكون فيه حياه. الموت الاختياري ده عن ملذات العالم والألم اللي احنا بنختاره بإرادتنا. يعني النهاردة معظم الناس اللي حاضرين كانوا ممكن ببساطة يقعدوا في البيت وما يجوش الكنيسة. إيه اللي مصحيكم يوم الحد الساعة 7 الصبح عشان تيجوا الكنيسة؟ ما هو ده تعب وألم. إيه الفكرة يعني؟ أنا جاي عشان أنا عايز أعيش ده، عايز أعيش القداس معاه عشان بعد القداس أؤهل إن أنا أخد الجسد والدم. فأنا بتعب عشان أخد مكافأة، أنا بموت عشان أخد حياة. هي ببساطة كده الحاجات الصغيرة اللي بنعملها بانتظام. لكن اللي يجي من بره ويدخل على المناولة على طول ده مش فاهم حاجة وما بياخدش حاجة. إن كان ده كان بياخد لنفسه دينونة، ما بياخدش لنفسه خلاص. يبقى الألم الاختياري بمزاجنا عشان نقدر نقوم معاه، ولما نختبر القيامة ما نعرفش نعيش في الموت تاني خلاص. يبقى الألم هو نظام حياة. أنا بحب كده، أنا أحب أبتدي الصوم من أوله وأحب أصلي وأحب، لأن لما بعمل الحاجات دي أنا بختبر يعني إيه قيامة. المكافأة حسنة جدا. الكتاب يقول إن تألمتم معه فستتمجدون أيضا معه. من غير الصليب إزاي تكون قيامة؟ ومن دون الألم إزاي يكون المجد؟ صعد السيد المسيح إلى السماويات ليجلسنا معه في السماويات، وبصعوده رفع عيوننا عن كل الأرضيات. بصعوده فوق خلى عينينا تبص دايما لفوق، نقول كده صعد ناحية المشارق. عشان كده تلاقوا الكنايس دايما نصلي ناحية الشرق عشان منتظرين رجوعه من نفس المكان اللي صعد فيه. صعد ورفع عيننا عن كل الأرضيات. عشان كده بنصرخ دايما مع بولس الرسول ونقول ليس لنا هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة. الحياة اللي على الأرض دي مهما كانت جميلة ناقصة، مش كاملة، وفيها it's not fair and it's okay. اللي في السماء مختلفة تماما. شوف انت عايز حياتك تمشي ازاي. عايز تفضل مركز هنا بس؟ براحتك، انت حر. بكرة الموت جاي يخبط، هتعمل ايه؟ عايز تعيش ويبقى عينك على السماء؟ لما يجي الموت هتعرف وهتبص للموت على انه بوابة للحياة اللي جاية. It's up to you. ربنا يعطينا ان عينينا تكون على السماء. ارجوكم ليه طلب عندكم في القدسات وانتوا واقفين ما تخلوش حاجة تسرق تركيزكم. عيل بيتحرك، شخص بيتحرك، حد بيتكلم، ما تخلوش حد يسرق تركيزكم. غمض عينك وصلي، صلي بصوتك، قول مع الشماس، عشان لما تبقى مندمج في القداس صعب تطلع من تركيزك، صعب حد يسرق منك تركيزك. ولما تغمض عينيك انت بتدي مخك ومخيلتك مجال انه يعيش اكتر في القداس، وبالتالي بتقلل الحاجات اللي بتشتتك وانت بتصلي. ارفعوا عينيكم وانتوا بتصلوا للسماء، ما تبصوش على الأرض. إحنا بيتنا في السماء، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين.